اكسديشن او جنرال انستيزيا. هنحافظ على نفسه ازاي والفنتيليشن بتاعه والاكسجينيشن. طبعا عشان نفهم الاير واي او نعمل الاير واي مانجمنت لازم نبقى عارفين اناتومي. الاير واي اناتومي فيه عندنا ابر اير واي لغايه التراكيه وبعدين لور اير واي تحت او من بدايه البايفوركيشن اوف ذا تراكيه. الابر اير واي عندنا ممرين للهواء في الابر اير واي، اما النوز او الماوس او الاثنين، والافضل طبعا ان انا استغل الاثنين علشان لو العيان قفل بقه وهو نايم تحت تاثير البنك يبقى في ممر تاني للنفس يبقى سالك، او لو عنده نزل كونجيشن هيضطر ان هو يتنفس بالفم. لو هو نايم ممكن يحصل ايروي اوبستراكشن، هنستخدم اكويبمنتس او بيزل ميكانيكال سبورت زي ما هنتعلم بعد شويه. عشان كده في عندنا تو باس ويز للاير في الابر اير واي، في نيزل باس واي وفي اورال باس واي. النيزل كافيتي وبعدين الفارنكس. الفارنكس طبعا ليها ثلاث مستويات اللي هو النيزو فارنكس، الفارنكس بالعوم في جزء ورا النوز بنسميه نيزو فارنكس، في جزء ورا الاورال كافيتي بنسميه اورو فارنكس، في جزء ورا اللارنكس بنسميه اللارنكس اهي، ورا اللارنكس بنسميه لارنجو لارنكس او هايبو فارنكس. وبعدين اللارنكس اللي فيها الفوكال كورتس او السيرويد كارتليج، وبعدين الترافيه، وبعدين المين برونكاي هايبو ليفت. بعد كده اللور اير واي بيشمل البرونكاي والبرونكيولز والترمينال برونكيولز والريسبيراتوري برونكيولز والالفيولاي والليفت لانج والرايت لانج. الليفت لانج 2 لوبس، الرايت لانج 3 لوبس. تاني الابر اير واي نيزل كافيتي، وبالمناسبه طبعا هنا في النيزل كافيتي في تيربريتس، في الانفيرور تيربريت والميدل تيربريت والابر تيربريت او السوبيريور تيربريت. لما بنيجي نعمل اندوتراكيال انتوبيشن ثرو النوز او نعمل نيزوفارينجال اير واي لازم يمر في الباس واي بتاع الانفيرور تيربريت. الانفيرور تيربريت عشان تفهموا الحته دي واحنا عند الصوره، لما نيجي نعمل نيزل انتوبيشن او نيزوفارينجال اير واي حاجه هتعدي من النوز للفاركس هتبقى في الانفيرور تيربريت. في الانفيرور تيربريت يعني عيان بينام على ظهره وانا بدخل بالتيوب او نيزوفارينجال اير واي فيرتيكال على وش العيان، بس في الانفيرور تيربريت ما ينفعش اعملها في السوبيرور تيربريت او ميدل تيربريت، لما تدخل لو عنده فراكشر بيز اوف سكال هتدخل في البرين. دايما واحنا بنعمل نزل انتوبيشن يبقى في الانفيرور تيربريت. بعد كده الاورال كافيتي في الطن وفي هارد بلد، الهارد بلد والسوفت بلد واليوفيلا. بعدين هنا نيزو فاركس اورو فاركس، وبعدين الابيجلوتس عند البيز اوف طن في الابيجلوتس لسان المسمار، لكن اللي فوق دي اسمها يوفيلا يعني اللوهات اللي بتتشغل لما نفتح الماوس على الاخر بنشوف اللوهات دي بتتحرك مع النفس. لكن لسان المسمار ده اللي هو الابيجلوتس بيتحرك مع السوالوينج، لما اجي ابلع بينزل يقفل الانلت بتاع اللاركس علشان الاكل يعدي على الاسوفيلس، لكن لما باجي اتنفس بيتفتح يرتفع لفوق علشان الهواء يعدي من خلال الفوكال كورس واللاركس. ده الاسوفيلس ودي التراكيه. اللور اير واي زي ما قلنا من التراكيه والتنازل، المين برونكاي والبرونكيولز و و و واللوبس تو لوبس على الليفت سايد و 3 لوبس على الرايت سايد. طبعا ده بنسميها بيز اوف ذا لانج.
وهنا الابيكس اوف ذا لنج، عشان لما تيجي تسمع الشيست بالسماعه تبقى عارف يعني ايه ابيكال ولا ايه. ايه الكوزز اوف اير وي ديستركشن؟ ليه انا مهتم ان انا اعمل اير وي مانجمنت؟ علشان لما يحصل اير وي كونستراكشن اقدر اتصرف واحمي حياه العيان من اي حاجه. اول حاجه بفكر فيها لو حصل اي بروبلم لاي عيان هو الايه؟ اير وي. ايه لما هنيجي ناخد محاضره السي بي ار، اول حاجه بنفكر فيها في اي تروما لاي عيان نشوف الايه اللي هو الاير وي بيتنسي، ممر الهواء مفتوح ولا مقفول، لان ده هيبقى مصدر الحياه بتاع العيان انه يتنفس ويدخل له اكسجين. فاسباب الاير وي اوبستراكشن ممكن يكون التانك، لو عيان لوزنج هيز كونشسنس التانك هيحصل له فولينج داون باكورد، لو هو نايم صباحين كده هيرجع لوراه يقوم قافل ممر الهواء. او فور بادي العيان بياكل جت قطعه من الاكل دخلت على الابر اير وي عملت ابر اير وي اوبستراكشن. اكل او لعبه طفل بيلعب ولا حاجه او لوز دنشر او فوميتس او في لارنجال ايديما انفكشن في الابر اير وي لارنجال ايديما فضيقت حصل فوكال كورد ايديما او لارنجال ايديما فبتعمل لي اير وي اوبستراكشن سواء نتيجه انفلاميشن انفكشن فيرال بكتيريال بيرنز انافلاكسيس حساسيه لانتي بايوتيك او بلاد ترانسفيوجن ممكن تعمل لي لارنجال ايديما او اير وي اوبستراكشن او لارنجال سباز الفوكال كوردز يقفلوا على بعض في حالات انه انهيل فورم بادي اند ديورنج ريكفر فروم انستيزيا ممكن العيان بعد ما نشيل الاندوتراكيال تيوب في الاندو اوف جنرال انستيزيا بعد ما نشيل ضد الكومبليكيشنز يعني الايرلي كومبليكيشنز اوف جنرال انستيزيا زي ما هناخدها في المحاضره بعد كده لارنجو سباز بوست اكستيوبيشن لارنجو سباز فلازم نتعامل معاه. Obstruction blows larynx زي bronchial secretions أو bronchospasm في حالات bronchial asthma أو bronchial swellings مجهوزة الإديمة and aspiration gastric contents. دي بعض أسباب الـ airway obstruction. How to manage patent the airway is the first principle of resuscitation and life support. أهم حاجة أول حاجة أفكر فيها لو في عيان عنده مشكلة حادثة أو deterioration of his consciousness أو hypoxia أو impaired ventilation أو cardiac arrest أول حاجة أفكر فيها الـ airway patency. Airway is unconscious and the unsatisfied patient tends to be obstructed and liable to aspiration of secretions and or vomitus due to العيان unconscious أو واخد جنرال انستيزيا لايبل يحصل له اير واي اوبستراكشن. ليه؟ الانستيكس بتعمل انهبيشن للبروتكتيف اير واي ريفلكسز. خلاص؟ ايه هي البروتكتيف اير واي ريفلكسز؟ كف الكح ان اكح لو في فورم بطيء دخل على الفوكال بورس او على الترابيه اكح عشان اطلع كوفن. الجاج ريفلكس لو في حاجه دخلت على الفاركس هيستيموليت الجاج ريفلكس هبدا اعمل جاج امنع دخول الحاجه على الاير واي. خلاص فالانستيزيا تعمل انهبيشن للجاج ريفلكس وانهبيشن للكف ريفلكس فده بيبقى فيه لايبلتي ان يحصل اير واي اوبستراكشن. Loss of the upper airway muscle tone ويحصل gravity by gravity يعني يحصل falling down of the base of the tongue والأبوغلانتس towards the posterior pharyngeal wall causing varying degrees of airway obstruction. زي ما قلنا قبل كده لما بيبقى سباين وياخد muscle relaxing أو يبقى unconscious التongue بيبقى يحصل له falling down by gravity هو والأبوغلانتس وبيبقى فيه الممر الهواء الاوروفانكس واللارنجوفانكس زي كده ده انكونشس الطعم بتاعه حصل له فولينج داون فقفل ممر الهواء
بقى ملزق بيه وبيشتري الكارير جديد. هنا لما عملنا تكنيك هيد تلت تشيل ليفت اترفع لقدام شويه ففتح ممر الهواء تاني. Alternative techniques to maintain patent and protected airway. ازاي بقى احمي الايرواي من انه يحصل obstruction؟ في كذا حاجه ممكن نستخدمها، حاجات مانيوال وحاجات نستخدم فيها equipments زي equipments اللي هنشوفها بعد شويه. وغالبا المانيوال بيبقى اول حاجه نتعامل معاها او نتعامل بيها يعني. خلاص؟ لانه ممكن تشوف الايرواي اوبستراكشن ده في الشارع مش معاك اي اكويبمنتس خالص. او في السياره بتاعتك او في البيت لا قدر الله او في مكان ما فيهوش اكويبمنتس او في المدرج هنا مثلا ما عندناش اكويبمنتس. فالاكويبمنتس دي بتبقى المفروض داخل المستشفى او داخل عربيه الاسعاف. فاول حاجه عشان اعمل بروتكشن للايرواي بيتنس اوف ذا ايرواي لو العيان بيتنفس خلاص هو سيمي كوماتوز او كوماتوز بس في نفس وفي نبض مش كارديكاليست بحطه في حاجه اسمها ريكفري بوزيشن او لاترال بوزيشن. هو لما اكتب ليفت لاترال بوزيشن معناها ايه؟ مين شاطر يقول لي يعني ايه ليفت لاترال؟ ما خدتش الكلام ده؟ ولا في بطنه ولا في لسه ولا في جراحه ولا في اي حاجه؟ طب سنه رابعه لسه جداد ماشي. ليفت لاترال يعني نايم على جنبه الشمال. رايت لاترال يعني نايم على جنبه اليمين. خلاص؟ فليفت لاترال نايم على جنبه الشمال بس هي هنا مش لازم يبقى نايم يعني هو العيان بنحطه في الريكفري بوزيشن ممكن يبقى ليفت او رايت مش لازم ليفت بس. يعني المهم يبقى لاترال بوزيشن نايم على جنبه. It is recommended for unconscious patient dependent leg straight. الرجل اللي تحت زي ما هنشوف في الصوره هتبقى مفروده نايم على جنبه اللي هي ديبندنت الشمال لو انا نايم ليفت لاترال الشمال مفروده واليمين مبنيه عند الهيب وعند النين والشمال دراع الشمال اللي هو ديبندنت برضه هيبقى مبني 90 درجه علشان يسنده والدراع اللي فوق هيبقى تحت دقنه ها تحت الهيد كده بحيث ان هو يعمل اكستنشن للهيد ويحافظ على البيتنسي اوف ذا اير واي. جرافيتي ويدروز الطنك اواي فروم بوستيريور فرنجال وول وهو نايم على جنبه كده هيبقى الطنك بعيد عن بوستيريور فرنجال وول فممر الهواء هيبقى مفتوح. والسكريشنز والفوميتاس بتطلع لبره ما بتدخلش لجوه فما يحصلش اكيوميشن اوف سكريشنز وما يحصلش اسبيريشن اوف سكريشنز. If it is suspected that gastric contents have entered the pharynx, turn the patient's head to a side and quickly position the table head down to maximize drainage while attempting to clear the airway. لما تلاقي العيان بدأ يرجع أو حاجة أو في secretions جاية من الستومك أعمل head down وأوطي راس لو هو على ترولي أوطي راس الترولي خالص. أو لو في أي مخدة أو أي حاجة تحت راس العيان نشيلها علشان راسه تبقى واطية أي حاجة تيجي من الستومك تطلع على وشه. ده الريكفري بوزيشن. ده ليفت لاترال بوزيشن نايم على الجنب الشمال الديبندنت ليج مفروده الابر ليج مبنيه 90 درجه عند الهيب وعند الني الدراع الشمال 90 درجه 90 درجه الدراع اليمين الهاند بتاعه تحت الفيس تحت خده الرايت هاند تحت خده علشان يعمل اكستنشن للهيب. ده بنعمله في اي عيان سيمي كونشس او ان كونشس بس المهم في نبض وفي نفس وفي بيتنت اير واي علشان لو في حاجه من دول ناقصه هيبقى كارديك اريست فهنعمله على ظهره تاني ونعمل سي بي ار. لكن ده الريكفري بوزيشن لعيان بيتنفس وفي بطس لغايه ما يفوق او الاسعاف يجي اخر. دي طريقه ان انا افتح او احافظ على البيتنسي اوف ذا ايرواي. الطريقه الثانيه كلير ذا ماوس اوف اي فورن بادي لو في اي جسم غريب او سكريشنز وانا باستطاعتي ان انا اشدها او اطلعها بصباعي بلف الشاشه
او منديل على صباعي احاول اشيل اطلع الحاجات اللي الفورم بادي او السكريشنز او الفوليتس او البلاد بلوكس اللي موجوده في الماوس او السكريشنز. كلير الماوس في اني فورم بادي باي سكشن لو معايا رشفات اور باي فينجر سويب. فينجر سويب از بيرفورم اونلي ان انكونشس بيشنت. اعملها في عيان انكونشس احط صباعي فوق عيان انكونشس مش سيمي كوماتوز ولا كونشس لانه هيعطل اصبعي هيعورني خلاص بنحطه في عيان انكونشس لو انا شايف حاجه واقدر اطلعها اصبعي. ثالث طريقه فور اوبننج اوف ذا اير واي نعمل حاجه اسمها مانوال تهيبه هيد تلت تشلنت اند اور جو ثرست مانوفرز خلاص هدت تشيلنت تكنيك والجوس راس تكنيك. هدت يعني ايه؟ يعني افرد الرقبه احط وان البالم اوف وان هاند على الجبهه بتاعت العيان واعمل اكستنشن للهيد. تشيلنت يعني ايه؟ بايدي الثانيه امسك المندل وارفعها لقدام شويه علشان اخد طرد انتيريور او سوبير حسب وضع العيان ازاي. خلاص؟ فالغرض ايه؟ الغرض ان انا عايز افتح ممر الهواء. هعمل اكستنشن للهيد و انتيريور ديسبليسمنت اوف ذا ماندبل عشان اخد الضنك انتيريورلي يفتح لي ممر الهواء من ورا الضنك. ده هيد تلت تشيل ليفت. الجوز راست يعني العيان بينام صباعي او لاترال بوزيشن و برفع الماندبل انتيريورلي. امسك الماندبل
used only for unconscious patients. ليه؟ لأنه لو العيان صحيح الطنج الايرو فاجل ده كده هيبقى داخل كده لغايه نصه وبعدين الف ورا الطنج. فهو داخل هيعمل ستيميليشن للجاج ريفلكس لو العيان صحي او سيبك ماتوز هيعمل ستيميليشن للجاج ريفلكس يخلي العيان يرجع. فبنستخدمه اونلي في الانكونشس بيشنت. وده برضه سؤال ام سكو عشان نفرق بين النيزوفارينجال ايروي والاوروفارينجال ايروي. الاوروفارينجال يعمل ستيميليشن للجاج ريفلكس، النيزوفارينجال ما يعملش ستيميليشن للجاج ريفلكس لانه بيبقى ورا السوفت باليت. خلاص ماشي على البوستيريور فارينجال هو بعيد يعني مش هيعمل ستيميليشن للجاج ريفلكس. فالعيان الكونشس هيتحمل النيزوفارينجال ايروي لكن ما يتحملش الاوروفارينجال ايروي. دي صور واحكام الاوروفارينجال ايروي لما بيتحط في الماوس. طبعا له مقاس لازم اقيسه علشان كل عيان له المقاس بتاعه. بيتقاس من فين لفين؟ من الانجل اوف ذا ماوس للانجل اوف ذا ماندبل. من الانجل اوف ذا ماوس للانجل اوف ذا ماندبل. وبيتحط ازاي؟ بيتحط مقلوب الكيرف بتاعه تحت لغايه ما يدخل نصه كده في الماوس وبعدين الف علشان وانا بدخله ما ياخدش الطنج معاك. لو حطيته دايركت كده الكيرف بتاعته هتاخد الطنج معاه وهو داخل. لا احنا مش عايزين ناخد الطنج، احنا عايزين يفصل الطنج عن الفارس. فلازم يتحط الاول المقلوب عشان الكيرف بتاعته تبقى بعيده عن الطنج لغايه ما يدخل نصه في الماوس وبعدين الف 90 درجه هيكون متزحلق من ورا الطنج وفاصل الطنج عن الفارس. ده البوزيشن بتاعه جوه الاورال كافيتي. النيزل ايروي او النيزوفارينجال ايروي هو سوفت فليكسبل تيوب. سوفت فليكسبل تيوب ربط مصنوع من الربر من المنطاط يعني. دي اندوتراكيال تيوب. دي اندوتراكيال تيوب بس من غير كف، مفيش كف هنا. هو النيزوفارينجال ايروي شبه الاندوتراكيال تيوب انبوبه ولها مقاسات مختلفه حسب حجم العيان وسنه، بس انبوبه قصيره مش طويله زي الاندوتراكيال تيوب لانها نيزوفارينجال يعني المفروض انه يدخل من النوز ويقف عند الفارنكس نيزوفارينكس. خلاص هيبقى شورت فليكسبل سوفت فليكسبل تيوب وذ فلاد نيزل يعني عريضه الفتحه بتاعتها عريضه من عند فتحه النوز والتب بتاعتها بيبلد زي الاند بتاعت الاندوتراكيال تيوب. بيتر تولوريت ذا اورال اير واي ان سيمي كونشس بيشنت. ممكن يبقى العيان كونشس او سيمي كونشس وهيتحمل النيزوفارينجال اير واي. لازم طبعا لما باجي اركبها بنحطها في الانتيريور تيربلت العين يبقى نايم ويبقى بننزل بيها فيرتيكال على النوزل سبيشن عشان تتزحلق على الهارد بلد والسوفت بلد وتدخل على النيزوفارينكس. ولازم عشان هي المسج بتاعت النوز ضيقه لازم تحط عليها في واي جل عشان ما تعملش تروما للجلوكوز. دي اشكال النيزوفارينجال اير واي والدور بتاعها والصوت بتاعها مختلف. دي النيزل هيد ودي الفارينجال هيد. طبعا ليها مقاس بالنسبه من عند فتحه النوز النيزل نيرز لغايه تريجاس اوف ذا ايرز. من النوز لتريجاس اوف ذا ايرز ده عشان احدد السايز المناسب للعيان. خلاص وتتحط ازاي؟ كي واي جل والعيان نايم ونحطها فيرتيكال على وش العيان واحنا بندككها في النوز وتمشي سموث ما يبقاش في ريزيستنس وهي داخله عشان ما تعملش بروم. ده منظمها جوه النوز ورا الضم طبعا علشان تفتح عمرها. ماشي معايا؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الميثودز اوف اوبننج ذا ايروي. قلنا اول حاجه ريكفر بوزيشن، تاني حاجه نشفط السكريشنز والفورم بوديز، تالت حاجه اوبننج ذا ايروي مانوال بالهيد بالجين ليفت او بالجوز راست، رابع حاجه الاورو فارنجال والنيزو فارنجال ايروي، خامس حاجه احط الاندوتراكيال تيوب لكن أبوها حكاية وهي الأحسن طبعا. يعني أحسن الويكمنت أحافظ بها على نفس العيان هي الـ
الاندوتراكيال تيوب لانها بتدخل في التراكيا. دي الاندوتراكيال تيوب انبوبه حنكريه. لما بنفخ الكاف دي بتمنع تسريب الهواء من حوالين الانبوبه، يبقى كل الهواء اللي داخل واللي طالع يكون من داخل الانبوبه. فانا بتحكم في الفنتيليشن اوسبيشن في الانبوبات او بالفنتليتر او باي حاجه يكون من بنفخ فيها العيان الاوتر الاوتر اند ده الكونكتيف ده. بنفخ العيان دي انبوبات او بانستيزيا ماشين او فنتليتر في الاي سي يو او غيره، كل الهواء اللي داخل واللي خارج من خلال الانبوبه فبتحكم في الفنتيليشن اوسبيشن. مفيش تسريب هواء من حواليك. لو حصل ديفليشن او انجري للكاف دي يبقى مبقاش لها لازمه، يبقى في تسريب من حواليك فمش هتحكم انا كويس في الفنتيليشن سبيشن، فلازم تتغير. لو حصل الكاف دي فرقعت او قطعت لسبب من الاسباب هتتشال وتحط امور تاني. طبعا هنشرح التركيبه بتاعتها. الاندوتراكيال تيوب اند الاندوتراكيال انجكشن افيلبل. التيوب طبعا افيلبل من ديفرنت سايز شيبس اند كف اور ان كف. دي كف يعني فيها كف ودي نون كف يعني مفيش كف. طب ينفع استخدم انبوبه من غير كف؟ نستخدمها في الاطفال، وده كان يعني كان التكنيكس اللي احنا بنعملها زمان. نحن في الاطفال هيعمل الطفل هيعمل عمليه لوز او رحميه او اي بروسيجر، يعني الطفل لسه يوم مثلا اقل من 6 سنين ولا حاجه، ما بنستخدمش كف لان هم عندهم في الاطفال ديفرنت الاتهم. الصفر والجوزه بتشرب لوز وسهل قوي يحصل فيه صفر والجوزه القديمه وايه وايه اوستراكشر. فانا لو ضغطت على الجوزه لفتره طويله في الكف، الكف دي لما هتتفخ هتضغط على الميوكوزا بتاعت التراكيه في الاطفال فتعمل زي اسكيميا، او بعد ما فض الكف واطلع هتعمل تراكيال او لارنجا قديمة فتعمل اير واي اوبستراكشن. فالاعتقاد اللي كان سائد في التوقيت ده ان احنا ايه ما نستخدمش انبوبه بكف في الاطفال. حاليا بدانا نستخدمها الحقيقه مع يعني الابحاث اللي اتعملت قدرتنا على ان احنا نقيس الكف بريشر، يعني نقدر نوصل مانوميتر على الفالف ده ونقيس البريشر اللي جوه الكف دي. فبدانا نحدد البريشر المناسب اللي ما يعملش ميوكوزا اسكيميا ولا يعمل بوست اكستيوبيشن اديما. فبدانا نستخدمها وخاصه زي ما قلنا من شويه هنا لما يبقى في كف هقدر اتحكم في الفنتيشن كويس والاكسجينيشن كويس وامنع ان في سكريشنز تدخل من الماوس كافيتي، او لو في ماكسيلوفيشال سيرجن جراح شغال في بق العيان وفي دم او سكريشنز او بيغسل الماوس بالصلايب وهو شغال، مفيش حاجه من الحاجات اللي فوق دي تدخل على اللنج. فالكف مفيده جدا في ان احنا نمنع ترانسميشن اوف انفكشن فروم ذا ابر جيت واي تو ذا لوور جيت واي، وفي نفس الوقت اتحكم في الفنتيليشن اوسيليشن. فاهمين؟ تمام. وظيفتها keeping the airway patent and protected. Cuff tube is the only reliable method of securing the airway as the cuff ensures a seal between the trachea and the mucosa and the tube. يعني تمنع التسريب من حوالين الانبوبه وحوالين المكوسة. ده اوروفارينجال airway. دي الاندوتراكيال تيوب. الاندوتراكيال تيوب زي ما قلنا من شويه في السطر الاولاني في الستايل السابقه ان هي different types and sizes. ممكن تبقى اسمها plain يعني ما فيهاش سلك. دي اسمها armored فيها سلك من جوه.
في سلك حلزوني من جوه عشان تفضل دايما بيتنت. السلك ده يحافظ عليها لو انت دليتها كده اليوم بتاعها ما يتفلش. ودي بنستخدمها في عمليات الهيد اند نيك والماكسيلو فيشيا علشان الجراح يبقى شغال في نفس المنطقه، فلو الانبوبه اتلت على نفسها ما يحصلش اوبستراكشن لليوم بتاعها، السلك اللي جواها محافظ على اليوم بتاعها. لكن الانبوبه البلين اللي ما فيهاش سلك لو تليناها بيحصل اوبستراكشن لليوم بتاعها. فما ينفعش استخدمها في هيد اند نيك سيرجري. فده طريق تاني يعني ممكن تبقى بلين او اربورت يعني فيها سلك، ممكن تبقى كف كفت او نان كفت، ممكن تبقى سنجل ليومن اندوتراكيال تيوب او دبل ليومن اندوتراكيال تيوب. دبل ليومن اندوتراكيال تيوب يعني الانبوبتين ملزوقين في بعض، انبوبتين ملزوقين في بعض، واحده طويله اسمها برونكيال وواحده قصيره اسمها تريكيال. خلاص انبوبتين ملزوقين في بعض، واحده تنتهي هنا تريكيال تيوب، واحده طويله شويه اسمها برونكيال تيوب. البرونكيال تيوب ارفع طبعا لانها بتدخل اندو برونكيال، بتدخل في المين راي برونكس او المين ليفت برونكس اللي صاحي اللي نايم يصحى. خلاص الشورت تيوب تريكيال تيوب بتبقى في التراكيال، ولينا فرعين واحده للبرونكيال تيوب واحده للتريكيال تيوب علشان اعمل فنتريشن اي واحده انا عايز اعمل فنتريشن. دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في عمليات السطر، جراحه القلب والسطر. علشان لو انا عايز اعمل حاجه اسمها لونج سيبريشن تكنيك، لونج سيبريشن تكنيك او وان لونج فنتليشن. لو انا عايز اعمل تنفيخ تنفس على رئه واحده والرئه الثانيه الجراح بيعمل لها كولابس علشان يعمل فيها عمليه، او يعني لو في مثلا نيموثوركس بايوثوركس اي حاجه بس محتاج يعمل كولابس للون فيعمل كولابس لون لونج، واحنا نعمل وان لونج فنتليشن على الرئه الثانيه. دبل ليومن تيوب بنستخدمها في وان لاين انتريشن، وده تايب من انواع او وان تايب اوف ثري ديفرنت تايبس اوف اندوتراكيال تيوب. ده اللارينجوسكوب الدايركت لارينجوسكوب اللي المفروض ان انا هستخدمه علشان ينور لي الماوس والفارنكس واللارينكس عشان اشوف الاناتومي واقدر ادخل بالاندوتراكيال تيوب. لكن ده الومنيوم. الحقيقه اشتريته علشان لما نيجي نخضر في الام ار ار في الاشعه القرنيه المغناطيسي بيبقى الجهاز نفسه مغناطيس كبير، فلو اي حاجه فيها معدن دخلت الغرفه اللي هو فيها ما يقومش تطلع يعني بيجذبها يعني. فلازم ندخل باكويبمنتس ما فيهاش حديد داخل جهاز القرنيه المغناطيسي. المهم البليت ده طبعا البليت بتاعه بلاستيك هارد بلاستيك وده الومنيوم من الحديد ما يكسبوش. المفروض انه يبقى فيه هاندل، الهاندل ديت فيها مكان نفتحها عشان نحط فيه حجاره، وفي لوك علشان احط فيه الريجوسكوب البليت. طبعا ونس انا فتحت البليت لازم ينور، لازم يبقى فيه نور عشان انا الغرض كله ان انا يعني ادخل الماوس وارفع الطن وافتح وارفع الابلوتس واشوف الفوكال بوكس، فلازم يبقى فيه اضاءه. طبعا ده بقى لها خمس سنين ولا ست سنين الكهرباء دي بدات تضعف شويه زي ما انتم شايفين، لكن المفروض ان تكون اضاءه قويه. بعمل لها تيست قبل ما استخدم الجهاز وقبل ما ادي العيان اي ادويه. خلاص فلازم يبقى عامل تيست للانجوسكوب بتاعي بينور، والبليد المناسب بتاع العيان سواء طفل بليد صغير او ادلت بليد كبير، ويكون الإضاءة كافية إن أنا أقدر أشوف الأناتومي من جوه الماوس. بيتمسك باليد الشمال. بيقول لي أنا رايت هاندد مش عارف أبصر إيه، هو باليد الشمال، الحظ بتاعه باليد الشمال. كيف هاندد؟ هو بيتمسك باليد الشمال. ليه؟ علشان أنا بدخل هو البيت نفسه مصمم على إنه يتمسك باليد الشمال. وفي جروف على الناحية الرايت بتاعته علشان انا هدخل الانبوبه من الجروب ده، من ناحيه الجروب ده. فهمسك الانبوبه من الايد اليمين
والرينج سكوب بمسكه بالايد الشمال وبدخل في الماوس بوزيشن بعد ما الاقيه. طبعا لازم يبقى انكونشس لانه مش هتحمل الرينج سكوب يدخل في الماوس وهو صح، هيدخل في جلد ريفلكسه ممكن يعوض على الرينج سكوب او مكسر اسنانه. فلازم نبقى كوشس اول واحنا داخلين، ولازم نكون عيان ريلاكسد وانكونشس. طبعا مش هعرف احط على نفسي بس هنشوف الصوره دلوقتي. ندخل من الماوس من الرايت انجل ماوس، من عند الرايت انجل ماوس كده ندخل ناخد الضغط لغايه ما نوصل للميد لاين فروم رايت او الميد لاين، ما بروحش على الشمال. باخد الضغط شويه من الرايت للميد لاين عشان يفتح لي سبيس اقدر اوصل من الكلوكس وارفع الكلوكس لفوق وادخل بالانبوبه على اللاكس وعدي الكف تحت البوكا كورتس. خلاص خلصنا نطلع الانبوبه تفضل عند الانجلز ماوس نثبته بالبلاستر على الفيس اوف بيشنت ونبدا نفنتليت من الفتحه. فيها كونكتور ده 15 ملم ما ينفعش 14 ولا 13 ولا 16، يعني في 14 دي مش مقبول يعني. خلاص هو 15 ملم ده انترناشونال نمبر، يعني ما ينفعش الصين تصنع مثلا 14 ملم، ما ينفعش امريكا تعمل 15، لا هو انترناشونال ستاندرد نمبر علشان يتناسب مع المواصلات اللي بعد كده. هوصل عليه مثلا امبو باك هتركب على 15 يبقى مثلا هتبقى اوسع شويه. خلاص يبقى 16 فتحت 16 وهكذا. ف 15 الكونكتور ده الفتحه دي 15 ملم يعني 1.5 سم وتوصل بالانبوبه الحنجريه. الانبوبه الحنجريه دي كان زمان بتتصنع من المطاط لونها برتقالي، دلوقتي بيصنعوها من ماده بولي فينايل كلورايد وعليها ارقام عشان بيقول لي طول الانبوبه قد ايه، كم سم دخل في الترقيه والماوس اوبسبيشن، كم سم 22 24 لغايه 30 سم في الارض مثلا. والسايز دايمتر بتاع الانبوبه انترنال دايمتر بتاعها كام ملم، و هو الانترنال دايمتر 8 ملم واللينس بتاعها. طيب نيجي هنا الكف بتاعتها، ودي التيوب لازقه في ظهر الانبوبه، تيوب بتطلع انفليشن تيوب تروح لحاجه اسمها بايو البالون. البالونه ديت انديكيتور ان الكف فيها هواء او فاضيه، لما تبقى دي منفوخه معناها ان الكف فيها هواء، مفضيه معناها ان الكف ما فيهاش هواء. الكونسيستنس بتاعها الاحساس بتاع البايو البالون دي هيقول الكف منفوخه جامد ولا منفوخه شويه محتاج تزود او هكذا. فده يعتبر انديكيتور البايو بالون انديكيتور للكف بتاعت الانبوبه اللي جوه التراكيه. في وان واي فالف بيتحط السرنجه في الفالف وبيضغط على الفالف ده فبينفخ، ولما بص للسرنجه بيفضل الهواء اللي جوه محبوس. لما اجي افضي اضغط على الفالف واسحب الهواء هيفضي لي الكف. بمعنى يعني عشان بس البعض بيفكر ان هو مجرد انه يحط السرنجه في الفالف، مجرد ما يحط السرنجه في الفالف كده يبقى خلاص هيسحب ويفضي. لا ده انت لازم تضغط على الفالف اللي جوه ده، في فالف جوه لازم تضغط عليه، سند السرنجه التب بتاع السرنجه تضغط على الفالف عشان يفتح تقدر تنفخ او تفضي او تفضي كده. خلاص وبعدين لو انا نفخت بمسك الفالف وامسك السرنجه والفهم هيفصل ويحافظ على الهواء، لكن لو ما خدتش بالي ممكن الهواء اللي جوه يتسحب وانا مش واخد بالي، انا بفضل كده الاقي نفسي سحبت الهواء اللي جوه. خلاص في الفالف لازم تضغط عليه بالسرنجه بتاعتك. ليها فتحتين، حاجه اللي هي الجبل اللي هو تخفيف من الجلد بتاعتها، وفي فتحه فوقيها جانبيه اللي اخترعها واحد اسمه مورفي، بيسموها مورفي ار. ليه؟
عمل الفتحه دي لو حد شاطر بيفهم في الفيزياء قوي ليه عملنا الفتحه الثانيه؟ محدش عارف؟ ما تقول لي عادي. احنا هنا في التراكيه في سكيشنز وفي سكيشنز كمان التراكيه جوه فالفتحه دي ممكن تتفق ممكن السكيشنز تبقى سكة وتقفل الترمينال دي نفس التراكيه في النفس جو او تبقى الفتحه دي اجينست الورد في التراكيه من جوه متلزقه في الورد فتتقفل. المحاضره خلصت. خلاص؟ فعلشان نحافظ على البيتنسي اوف ذا انتو تركيات جمهور لو حصل لها كونستراكشن لوان لوان كنت يبقى الثانيه شغاله. نقدر نحافظ على الكونستراكشن بتوع فتره اطول في العيان خاصه العيان بتوع العيان المركزي. وخاصه برضه العيان عندهم سكيشنز كتيره على العين شقه. بعدين احنا لو عيان على مكانك الفنتليشن في هواء داخل وطالع. الهواء ده لو دراي هياخد الميه اللي موجوده في السكريشنز اللي موجوده دي هيحولها من سوفت سكريشنز نقدر نشحطها الى سيك سكريشنز مش قادرين نطلعها فيعمل اوبستراكشن وتبقى لزجه تلزق على الوول اوف ذا اندوتراكيال تيوب تقفلها. فده فايده المورفي ار نجيبها لكم في الامتحان. طب لو بطلع من الشطار ده ما في البودكاست تكنيك اوف دايركت اندستري اند انتوبيشن. البليدز ده اسمه بليد. البليدز بتاعت الاريدوسكوب ممكن تبقى كيرفت كيرفت زي ده كده فيها كير او ستريت زي ده. الستريت دايما بنستخدمه في الاطفال لان الاتمنت يعني مختلف شويه عن البالانس. ندخل بالاريدوسكوب نسكنه بالليفت هاند من الرايت سايد اوف ذا ماوس لغايه ما نجيب الفيو بتاعنا نرفع الجلوكوز هنشوف الفوكال كورس هندخل بالأنبوبة بين الفوكال كورس بالرايت هاند. تاني لارينجوسكوب عملنا اكسبوجر التيب بتاعت البريد بين الطن وبين الابوبلوتس. خلاص برفع الابوبلوتس لفوق هيبقى فتحة اللارينكس قدامي يعني الفوكال كورس وادخل بين الأنبوبة بين الفوكال كورس. اخر حاجه في التكنيكس اللي ممكن نفتح بيها الاير واي لارينجال ماسك اير واي. لارينجال ماسك اير واي احنا عندنا فيس ماسك ده بيتحط على الفيس خلاص يكون مغطي النوز والماوس فيس ماسك علشان اعمل سيل او اقفل الماوس ممرات الهواء يعني النور بالماسك يبقى الهواء واللي داخل الغزال كله من خلال الماسك اقدر افنتليت العيان دي امبوباك او هيرين. طيب ده اسمه لارينجال ماسك يعني ماسك على اللارنس فيس ماسك ماسك على الفيس خلاص تراكيوستومي ماسك ماسك على تراكيوستومي تيوب خلاص. ده لارينجال ماسك انبوبه طويله وفي اخرها ماسك هنحطها في الماوس اوف سبيشن والماسك ده يبقى اجينست اللارنكس يغطي اللارنكس بتاع العين. لارينجال ماسك اير واي ان اير واي ديفايس كونسيست اوف ا وايد بور تيوب وذ ان اوفر انفليتد كاف ديزاين تو سيل اراوند لارينجال اوبننج يعني بتغطي الفتحه بتاعت اللارنكس يعني تبقى فوق الفوكال كورس يعني. افيلبل ديفرنت سايزز اند شيبس ممكن يبقى في سايز اطفال او سايز الوليد او سايز ادلتس حسب سن العيان ووزنه. يوزد از ان الترناتيف تو فيس ماسك لو انا مش عارف انفخ الفيس ماسك ممكن احط لارينجال ماسك او مش عارف اركب اندوتراكيال تيوب ممكن احط لارينجال ماسك. يوزد فور فنتليشن ممكن استخدمه فور اندوتراكيال انتيوبيشن. في نوع من انواع اللارينجال ماسك اير واي بيبقى الانبوبه بتاعته اكبر من كده شويه وبيبقى نقدر بعد ما نحطه في مكانه ونطمئن ان هو بيعمل فنتليشن كويس للعيان نجيب اندوتراكيال تيوب ونعديها من خلاله تدخل على التراكيا بالفتحه بتاعته اللي تحت دي بين الفوكال كورتس تقوم داخل على التراكيا ونشيل الكونكتور بتاع الانبوبه ونطلع اللارينجال ماسك
ونخلي الأبوبه جوه التربية. لو هو ديفيكالت انتيوبيشن، لو عيان ديفيكالت انتيوبيشن مش عارفين نركب له الأبوبه الحنجريه دايركتلي، نحط لانجر ماسك اير واي ومن خلاله نحط اندوتراكيال تيوب للعيان. فممكن استخدمه فور فلتريشن، اندوتراكيال انتيوبيشن فور ديفيكالت انتيوبيشن اند فور سسبكتد سرفايفل سباين انجري. لو عيان برضه في سسبكتد سرفايفل سباين انجري، لما هاجي اعمل انتيوبيشن از يوجوال يعني باللارنجوسكوب بضطر اعمل اكستنشن. طب لو هو عنده سرفايفل سباين انجري ممنوع ان انا اعمل اكستنشن، فممكن احط دارجل ماسك بيتمسك زي القلم كده، ونحط كي واي جيل على ظهره من ورا وبالعين القنايه، وبنحطه ونزحلقه على الهارد بلد ويدخل جوه الماوس لغايه ما يقف خلاص وين احنا كده، ما عادش بيدخل اكتر من كده. خلاص بنفخ الكف بتاعته للاخر، بيطلع بسنه فوق ويقوم رافع الجلوتس ويبقى هو اجينست الفتحه بتاعت اللاركس. ابدا اعمل نيوتريشن من خلاله، بس انا في الحاله دي مش محتاج ان انا اعمل اوفر اكستنشن. لو العيان عنده سرفايفل سباين انجري ممكن احط رينجر ماسك بدل الاندوتراكيال. هو بيتسدد على الانجل اوف ذا ماوس او السنتر اوف ذا ماوس ميد لاين اوف ذا ماوس على البيبس وعلى التشيكس بالبلاستر علشان يفضل ثابت في مكانه. ده الكونكتور 15 ملم انفليشن تيوب انفليشن انديكيتور بايلوت بالون فالف الليبتيكال كف، ودي الفتحه بتاعته ابريشر بار، وبعدين هو ده الماسك اللي بيبقى جالس في اللاركس وده اللي هو بنشوفه. ده الماسك الوي العين الملاهي، بنفتح الماوس وان هاند والاذر هاند بيبقى فيه كي واي جي على ظهره من ورا، والفتحه بتاعت الماسك اللي هي الانتيريور بار اللي هي الفتحه بتاعت من هنا بتبقى انتيريورلي دايركت انتيريور عشان تبقى اجينست اللاركس. انا واقف فوق راس العيان، فالفتحه بتاعت الماكس بتبقى دايركت انتيريور. خلاص بيبقى في خط اسود على ظهر اللارنجال ماسك عشان يحدد لي ان انا ابقى مظبوط. الخط الاسود ده بيبقى اجينست الهارت بالانس، والكف اجينست الضمك واحنا داخلين لازم يبقى بالشكل ده. سيبه زي القلم. خلاص الخط الاسود بين الابر والسايكوس. لو هو ميل على ناحيه، لو الخط ده لقيته ميل كده، يعني انا هو لقيت الخط ميل، معناه ان الرجل مش اجينست اللاركس، باصص على ناحيه كده وضعه غلط سواء رايت او ليفت. طب لو لقيت لافف لقدام خط، معناه ان الماسك لافف بوستيريور اجينست الفرنجال وول، ملوش علاقه باللاركس خالص، هيموت العيان. فلازم يبقى دايركتد بوستيريور بوستيريور، او لو انا ببص عليه يبقى سوبير ما يبقاش انفيريور. طبعا انت مصر اي حد ممكن، يعني مش محتاج الناس، بس محتاج ان انت تعلمه بس. فممكن الناس تحطه، ممكن الباراميديكس، ممكن بتاع الاسعاف، ممكن دكتور اي دكتور، لانه سهل في تركيبه غير الاندو تركيبات تيوب محتاجه تدريب كويس. الفلتريشن، احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم ست حاجات، ست طرق نفتح بيها الاير واي ونحافظ على البيتنس اوف ذا اير واي. ازاي بقى نفخ للعيان؟ فلتريشن اوف بيشنت. بعد ما ركبنا الاندو تركيبات تيوب او حطينا اوفرنجل او فتحنا هيد تنشن ليفت كروس راست اي حاجه من التكنيكس دي كلها، والعيان محتاج ان انا اعمل له فنتليشن انفخ له هواء. ممكن استخدم باك او ماس باك ابريتوس ماس باك فنتليشن، يعني امبو باك. عارفين الامبو باك؟ لا امبو خدناه والله خدته في الجنرال انستيزيا. فاكرين الجنرال انستيزيا؟ في حاجه اسمها سيلف انفليتنج باك، سمعتوا عنها؟ ام باك ما شفتهاش في الطوارئ، ما رحتوش مستشفيات؟ لا ما رحتهاش. طيب هي بالونه، باك بالونه خلاص، بس سيلف انفليتنج. لما اضغط عليها تضغط وتطلع هواء، لما اسيبها تتفرد لوحدها، مصنوعه من السيليكون، اسمها سيلف انفليتنج باك او ام باك. خلاص فوظيفتها ان انا بنفخ كده العيان،
اضغط عليها الهواء اللي جواها وان واي، ناخد وان واي، يقوم لما اضغط عليها الهواء تزق جوه ممر الهواء سواء عن طريق ماسك او بريد الماسك او بريد الجلد. لما اشيل ايدي عنها بتعمل سيلف انفليشن، تاخد هواء من الروم اير وتبنى نفسها، لكن ما تاخدش من جوه العيان. هي الفالف بتاعها وان واي فالف، خلاص الفالف بتاعها وان واي فالف، بين الماسك وبين الباب في فالف انسبيراتور فالف واكسبيراتور فالف. لما اضغط عليها تدخل في الانسبيراتور فالف هواء للعيان، لما اسيبها تشفط هواء من بره مش من العيان. طب الهواء اللي جوه العيان ده هيروح فين؟ الهواء اللي دخل مع الانسبيريشن هيروح فين؟ هيطلع لوحده من خلال الاكسبيراتور فالف، في نفس الفالف ده اسمه بيشنت فالف، خلاص؟ في الانسبيراتور فالف وان واي دخل على العيان، وفي اكسبيراتور فالف يطلع بره، بره الباك وبره العيان للروم اير، خلاص؟ الباك وان واي بتمشي الهواء في وان واي اتجاه العيان، تاخد من الروم اير تملى نفسها، اضغط عليها ادي في العيان الانسبيريشن، العيان يطلع عن طريق الاكسبيراتور فالف بره الباك نفسه. Composed of face mask, self-inflating bag, reservoir bag. ال self-inflating bag بنوصل بيها باك تانية بلاستيك كلها بصدر يعني، بس بنوصل على مصدر أكسجين يملاها بالأكسجين. لما أضغط على ال self-inflating bag بفضيها، ولما أسيبها بتتملى يا إما من room air او من الريزرفوار باك المتوصله بيها فيها اكسجين، فتقوم شافطه الهواء اللي في الريزرفوار باك وتتملى باكسجين حسب انت عايز بقى تخليها 100% اكسجين 50% اكسجين حسب ما انت عايز، بس في الريزرفوار باك مليانه متوصله مصدر اكسجين عشان لو العيان هيبوكسك يبقى في فرصه ان انا اديله اكسجين. والسيف انفليتنج باك بتشفط الهواء اللي في الريزرفوار باك وتتملى بالاكسجين عشان اديه للعيان. Composed of face mask, self-inflating bag, reservoir bag, and oxygen supply tube used with room air or oxygen. Give oxygen when it is available. Mask ventilation provides ventilation for unconscious patient. Deal ampoule bag, self-inflating bag in silicone. Feed the patient valve, feed the inspiratory valve, or feed the expiratory valve. Inspiratory valve direct on, one-way valve. يدخل العيان والاكسبيريشن بيطلع من الفالف هنا اسمه اكسبيراتور فالف، وبعدين ده مصدر الاكسجين واللي بيتوصل على مصدر الاكسجين، وده الجلد بتاع الفيفا هنا عشان يدخل لي هواء، او كونكتور تاني وان واي برضه وان واي فالف يسحب الاكسجين الموجود الفيلد اللي موجود في الريزرفوار باك يوصله للسيلف انفليتنج باك. دي طريقه التنفيخ بالفيس ماسك، يا اما امسك الماسك بتو هاندز، وفي واحد ماسك التو هاندز ماسك الماسك والفيس اوبسكريشن، وواحد بينفخ بالامبو باك، او ممكن واحد لوحده يمسك ماسك بوان هاند وينفخ بالازر هاند. الطريقه الثانيه الفنتليشن الانستيزيا ماشين او الميكانيكال فنتليتور بتاع الماكسيو. واحنا بما اننا بنتكلم عن الانستيزيا فالانستيزيا ماشين بتاعتنا provides patient with an accurate and continuous flow of oxygen and volatile anesthetic vapor. ده الانستيزيا ماشين، ده مصدر الاكسجين اهو، الوصلات بتاعت العيان بتوصل على الباك، دي باك اهي اللي هي المفروض الباك دي تشيلها، والكونكتور بتاع الانابيب دي بتوصل على اللارنجر ماسك، بتوصل على الاندوتراكيال تيوب او على فيس ماسك. ودي الفلو اسمها فلو انفليشن باك مش امبو باك، الباك بتاع الجهاز التخدير اسمها فلو انفليشن باك مش سيلف انفليتنج باك. يعني ايه فلو انفليشن؟ يعني معتمد على سورس اوف جاز سواء اير او اكسجين، يعني محتاج افتح لها مصدر الغازات من هنا علشان يملاني الباك دي اقدر انفخ بيها للعيان، او احط العيان على الميكانيكال فنتليتور هو اللي ينفخ للعيان. في الانستيزيا ماشين يبقى في سورس اوف اوكسجين او اير او الاثنين مع بعض، والسورس اوف اوكسجين فلوميتر ده بيعدي على فولاتايل انستيتكس سيموفلورين او ايزوفلورين اي نوع من انواع الانستيتكس، ده غاز سورد ليكويد بيمر عليه الفيش جاز فلو يتحمل بالكونسنتريشن اللي احنا فاتحينه عايزين 1% 2% حسب
يطلع العيان الى يخدر العيان بالماريشنال انستيزيا. ده الانستيزيا ماشين ممكن تعمل فنتيليشن معاه. طرق عندنا طرق مثل سكور اوف فنتيليشن، يا اما باك باك ماسك فالف او باك فالف ماسك فنتيليشن، باك فالف ماسك فنتيليشن بنسميها بي في ام، بي في ام باك فالف ماسك فنتيليشن، او مثلا الانستيزيا ماشين. كده المحاضره خلصت، ودي كانت المحاضره الخامسه. المحاضره السادسه الدكتور علاء شرحها لكم اللي هي بين بوست اوبراتيف بين مانجمنت. نيجي نتكلم بقى في شغل العيال، شغل العيال بتاعنا. طب نستعمل امتى؟ عايزين امتحان امتى؟ شغل العيال كل ما حد معاد. لا مش مناسب. بنستعمل باك ماسك فالف امتى؟ قول لو عندك شكل. لو ايه؟ لو عندك شكل كيس. هو يجلس التقديس الظلم صعب جدا. الخميس الجاي خلاص ماشي، احنا كنا عايزينه الخميس فتراجعنا، الاراده بتاعتنا اتكسرت. تراجعنا رئيس القسم وانا والدكتور علاء، تراجعنا عشان خاطر البهوات، قلنا بلاش الخميس الجاي. عايزينه امتى؟ قلنا الخميس اللي بعديه تاخدوا فرصه تذاكروا، واللي عنده اعذار واللي عنده امراض واللي عنده اي مشكله يبقى ادي لكم فرصه اسبوع كمان. بقى فينا اعتراضات تاني. ما لقينا في قسم بقى، بس يعني احنا متعشمين والله في قسم، متعشمين في قسم التقدير، ان احنا عارفين هو قسم طيب. مالكش دعوه بقسم التقدير. مالكش دعوه بقسم التقدير. انا اوقف الكرد هنا. اوقف الكرد هنا. نعمل بري اوبرتيف اسيسمنت، لازم اشوف العيان قبل ما يدخل العمليه علشان ما اتفاجئش بحاجه. هتسمعوا ولا امشي؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل. امنع كلام بقى. خلاص بري اوبرتيف اسيسمنت، لازم ناخد هيستوري من العيان، ميديكال هيستوري، هيستوري اوف ذا كومبلينت، ايه سبب العمليه، مكان العمليه، اسم العيان والفاميلي هيستوري والسبيشال هابتس، ومتجوز ولا مش متجوز، عنده اولاد ولا ما عندوش اولاد، وخاصه الست اللي هتولد قيصري او مرضى الليبر او غيره، بنسال عن الفاميلي هيستوري بالتفصيل عشان نبقى عارفين في فاميلي ترانسميتد ديزيزز ولا لا. كذلك الست الحامل ناخد بالنا كويس قوي لو هي فول تيرم بريجنسي، علشان ممكن يحصل فوميتنج، تيكنز او بوزز مع البريجنسي، الكلام ده كله نبقى كوشس قوي ونعرف الهيستوري بتاع التيكنز او بوزز ده في الاكتيكيشن ولا لا، حصل لها تورمات في رجليها ولا لا، اخر مره اكلت امتى، نشوف نصوم فتره اطول من العادي. بالنسبه للصيام قبل العمليه بيختلف، لو هو طفل صغير يونيت يرضع بريست ميلك بيصوم 4 ساعات قبل العمليه، لو هو لايت ميل يبقى 6 ساعات، لو هيفي ميل واكل خروف مثلا يبقى 8 ساعات 12 ساعة، الست الحامل اللي هتعمل قيصرية 12 ساعة up to 12 hours. طب الفلويدز المية الضيقة الجميلة ديت كم ساعة قبل العملية؟ ممكن يشرب لغاية كم ساعة؟ ساعتين. خلاص؟ كلير فلويدز عصير التفاح أو المية كلير ساعتين قبل العملية. بريست ميلك 4 ساعات. لايت ميل 6 ساعات، هيفي ميل 8 ساعات، بريجننت فيميل قيصرية 12 ساعة. خلاص؟ بس طبعا 12 ساعة صيام كتير. مش كده ليه؟ عشان الحامل طبعا غلبان يعني بتغذي والدين مش فرد واحد. فلازم نعمل اي في كانولا وندي ريبليسمنت اوف فلويدز باي ذا اي في لاين. بلاش تاخد اورال بس ممكن. ده بالنسبه للفاستنج والبري اوبرتيف اسسمنت. وطبعا اللي بيدخل وقت التدخين بفضل اتليست 24 ساعه قبل ميعاد العمليه. بعد كده نعمل اكزامينيشن، كلينيكال اكزامينيشن، من شعر راسي الى اخمص القدمين، بنسمع الشيس وبنسمع الهارت وبنسمع خط الاعراض العيان، ونشوف المسكول سكيلتال سيستم اخباره ايه، في deformities، في weakness، في اي حاجه لازم تبقى documented ومكتوبه. العيان طبعا بنعمل له pre-operative preparation،
بنشوف العلاجات اللي هو بياخدها، نظبط العلاجات، نظبط الزيزس اللي هو ممكن يكون هايبرتنشن، ركع الازمه، اي حاجه بياخد العلاج بتاعه ويظبطه. في ادويه لازم تبقى كونتينوس او كونتينو تو ذا تايم او تو ذا مورنينج بيفور سيرجري. يعني لو انا هعمل عمليه النهارده يبقى هو ياخد العلاج بتاعه الصبح. بعض العيانين زي ما قلنا قبل كده يقول لك انا الدكتور قال لي صوم من بالليل. في جرعه دواء بتاخد الصبح زي علاج الضغط، علاج القلب، علاج الحساسيه، زي علاج الثايرويد، ده لازم يتاخد الصبح صباح يوم العمليه معاد في الميعاد بتاعه. فيجي العيان يقول لك انا صايم، لا مقصود يعني القصه دي لازم تفهمها كويس. اول حاجه تاخد الدواء بتاعك بشويه ميه صغيره. مش هيفرق ان انا اخد الدواء بشويه ميه صغيرين قبل العمليه بساعه. مسموح بالكلين فلويدز ساعه لساعتين قبل قبل العمليه. بعد كده بنعمل بريباريشن، بعد كده بري ميديكيشن، ندي الانتي بيوتيك قبل العمليه بساعه، ندي الانتي كولينرجيك، ندي الانتي ميتكس، ندي الاتروبين، الانالجيزكس، نون سترويد، الاوبيويد، وهكذا الحاجات المسكنه والانتي بيوتيك. وزي ما قلنا قبل كده الجراح يجي بعد ما يفتح الجرح يقول لك انا عايز انتي بيوتيك خلاص. وقلنا مشاكل كتيره حصلت بسبب ان انا عندي مشاكل في الانستيزيا والضغط العين واطي ومش عارف ايه، وممكن يكون في اداه الاكشن هيلخبط له الدنيا بالانتي بيوتيك اللي هديه، فنتخانق واقول له ادي الانتي بيوتيك بتاعك قبل العمليه بساعه زي ما الجايد لاينز بتقول في الدور فوق، تعمل في الدور الحساسيه وتدي الانتي بيوتيك بتاعك قبل العمليه بساعه وتنزل نبدا الانستيزيا بتاعتنا، يبقى كله عامل شغله مظبوط. بعد كده المحاضره الثانيه المونيتورنج والفلويد ثيرابي والبلاد ترانسفيوجن. مونيتورنج يعني انا بشوف بتابع حاله العيان دورنج انستيزيا سواء ريجنال او جنرال انستيزيا، سباينال او جنرال انستيزيا او لوكال. يعني هو في السلايد اول سلايد في المونيتورنج بتاع محاضره المونيتورنج العيان لازم يبقى مونيتورد ايه لو هو هياخد لوكال، الجراح هيدير لوكال انستيزيا زي بتوع الرمد مثلا يجي يحرق مثلا في الجوف او يعمل يفك غرز في الكورنيا مثلا، حاجات بسيطه عمليه سطحيه يعني بس اطلع مني سطحي خلاص. ده هنحط له مونيتور؟ خلاص. هو العيان ممكن ده خليته لاوضه العمليات دي يبقى خايف يدخل في بازو بيجر واتريست ما حدش واخد باله، فلازم نحط مونيتور، نحط بلس اوكسيميتر، نحط مب وضغط تابع وتحط ماسك اكسجين او تضغطه مش العيان علشان تحافظ على العيان وتبقى شايف العيان تحت الفرش بتاعك اخباره ايه؟ ما يبقاش العيان على ريسك وانت شغال في عيان ميت ومش دريان. فالمونترنج مهم جدا سواء لوكال او ريجنال او جنرال اساس. ايه المونترز اللي ممكن تتحط؟ كاردو فاسكولار مونتر، النبض والضغط سواء انفيزيف او نون انفيزيف، حط اي سي جي خلاص. الانفيزيف بحط الارتيريا الكامله واوصلها على المونتور اللي اسمه الضغط بيت تو بيت انفيزيف ارتيريا، وده احسن طبعا عشان انا اسحب ارتيريا بلاد سامبل او العيان هياخد دم كتير وضغطه هيعلى ويوطى اثناء العمليه اللي انا متابعه اسرع من النون انفيزيف بلاد بريشر مونتورنج. لو العيان مثلا هنعمل له هايبوتنسيف انستيزيا لازم احط نون انفيزيف على انفيزيف ارتيريا انفيزيف، احط كامله في الريديال او في البريكال او غيره عشان اقيس كونتينوس بلاد بريشر مونتورنج. بعد كده الريسبيراتوري مونيتورنج، الريسبيراتوري سيستم مونيتورنج، هعمل ايه؟ عايز اشوف الاكسجينيشن والفنتليشن. اكسجينيشن البلس اوكسيميتر، حط على صباع العيان بلس اوكسيميتر يقول لي الاكسجين ساتوريشن بتاع العيان ايه، ولو هو اقل من 90 هنحتاج ماسك اوكسجين ولا مش هنحتاج وهكذا. طب الفنتليشن اللي هو الانتايدل سي او 2 سي او 2 او الاي بي جي، لما احط كابتوجرام عشان يشوف الانتايدل سي او 2 ويأكد ان الاندوتراكيال تيوب دخلت التيوب جوه التراكيال مش جوه الاسوفيجاس، وده سؤال ام سي كيو ممكن يجي في ده او في اللي بعديه خلاص. فايز الكاردوجرافي يأكد ان الاندوتراكيال تيوب ان يعني جوه التراكيال مش جوه الاسوفيجاس، ويقيس الان تايلر سي كيو جو يشوف الفنتليشن بتاعي جود فنتليشن ولا هايبر فنتليشن ولا هايبر فنتليشن خلاص. طيب ايه تاني اللي بنعمله مثلا؟ التمبريتشر بتاع العيان يقيس حرارته بالبروب بتاع الحراره خلاص، سواء ترانس نيزل او سوبرفيال او ريكتال او برادر اي حاجه انجليزي او اير، ممكن احط بروب في الاير يقيس درجه الحراره. وايه درجه حراره العيان؟ المفروض ما تقيسش عن 35 لان هتدخل في هايبوسيرك وتعملي ديليت ريكفري، العيان اتاخر في الصحيان من الجنرال انستيزيا.
with the prolonged action of drugs hydrocephalus. خلاص؟ طيب ايه تاني نعمله مونيتورنج؟ نور ماسكلر بلوكينج دراجز المسل باور بتاع العين. نور ماسكلر بلوكينج دراجز في نيرفس ستيميوليتر بيقيس بيه درجه المسل ريلاكسيشن العيان اللي ريفيرس او رجع من المسل ريلاكسد ولا لسه. خلاص لما يرجع بالمونيتور بتاعنا ده نشوف كونتراكتيفيتي بنحط على ايد العيان ونعمل ستيميوليشن للنيرفس ستيميوليتر بيخلي المسل كونتراكت صوابع الكونتراكت يحصل لها كونتراكشن. خلاص يبقى كده العين بس بيقيس درجه الكونتراكشن في بيزل اسم احنا قسناه قبل ما ندي مصر الاكسنت عارفين الباور قد ايه بنسميه ترين اوف فور يعمل ثلاث نبضات سوري اربع نبضات ترين اوف فور قبل مصر الاكسنت يقول الاربع نبضات كونتراكشنز كلهم قوتهم زي بعض لو اديت مصر الاكسنت لو فور مصر الاكسنت ريلاكسيشن مش هيعمل الكتريكال امبلانس بس مش هيعمل كونتراكشن مفيش حاجه ترسم الاربع نبضات مش هيسيبوا حاجه طب لو بدا يرجع لو باور لو واحده بس يعني ربع الباور بتاع المصري رجع هيديني واحده بس والباقيين ما يظهروش ثلاثه تانيين ما يظهروش لو نص الباور بتاع المصري رجع هيديني نقطتين والاثنين تانيين صغيرين وهكذا لغايه ما يرجع لي ثلاث نقطات ممكن ادي بقى الريفرسال بتاع المصري الاكسنت الريفرسال اوف مصري الاكسنت بيتكون من ايه؟ ولا مزرقين ولا مزرقين طب فنتانيل واتروبين ولا نستجميل واتروبين نستجميل واتروبين لما نرجع 70% من مصر الاكسنت الباور بتاع مصر ترجع 70% بندي نبدا ندي والعين تبدا ياخد سبونتينيوس بيسي من مصر الاكسنت ندي الريفرسال اللي هو نستجميل والاتروبين مع بعض علشان يقوي الكونتراكتيفيتي بتاعت مصر ونقدر نعمل اكس كيوريشن ونشيل الانبوبه الحجريه والعين هتبدا على نفسه على نفسه في نفسه ماشي طيب ايه تاني ممكن نستخدم فيه نيرف ستيميوليتر ان انا اعمل نيرف بلوك ادخل بالابره بتاعت النيرف ستيميوليتر اقرب من النيرف اعمل ستيميوليشن احسن مصر كونتراكشن يبقى انا قريب من النيرف اللي انا عايز اعمل له بلوك احيد حواليه لوكال انستيتيك يعمل لي مصر يعمل لي ريجنال انستيتي او نيرف بلوك يقدر الجراح يشتغل في الدراع او في الرجل بالنيرف بلوك او اي نيرف بلوك يقدر يشتغل بيه جراحيا ريجنال انستيزي. ايه المونترز الثانيه اللي ممكن نستخدمها؟ حد فاكر ثانيه المونترز؟ تمبريتشر. الايه؟ تمبريتشر. قلنا تمبريتشر بس درجه الحراره ما تقلش عن 35. طيب الاي سي جي قلناها خلاص كارديوفاسكولار. نيجي بقى للفلويد ثيرابي والبلاد ترانسفيوجن. فلويد ثيرابي لو العيان فقد محاليل او صايم عنده كل معدات والحاجات ونسبه الانترسيلولار فلويد كومبارمنت والاكسترسيلولار فلويد كومبارمنت والبلازما والانترستيشن الكلام ده كله موجود عندكم في الجداول والطفل البلد فوليوم بتاعه بيبقى كام بالكي جي وهكذا. طيب احنا بنعمل عمليه وفقد دم عوض الدم ازاي؟ ايه انواع المحاليل اللي ممكن نستخدمها؟ كريستالويد او كلويد الكريستالويد الصلاين هم صلاين 0.9% والريندم سولوشن والريندم لاكتيت والريندم اسيتيت دول كريستالويد. كريستالويد يعني ايزوتونيك يعني فلويد ايزوتونيك لا هو هايبر ولا هايبو في نفس الوقت البروكيل بتاعه صغير يعني ما بيقعدش في السيركيليشن فتره طويله رابيدلي ابزورب من الفاسكولار سيستم ويروح للانترستيشن تشو ويبقى اكسكريتد بسرعه كريستالويد. لكن ميزته ان هو البروكيل بتاعه صغير فبيعمل جود برفيوجن للسمول فاسكولار سيستم زي الفيديولز والارتيولز والكابيلرز بيحسن السيركيليشن في الريفرال تيشوز. خلاص نستخدمه ازاي بقى لو في بلاطوس؟ لو العيان فقد اكثر من 20% من كميه الدم اللي موجوده جواه نبدا نعمل فلويد ريبليسمنت مايت مودريت بلاد لوس نعمل فلويد ريبليسمنت ثيرابي. الكريستالويد بيساوي كام بلاد يعني لو انا وحده البلاد تساوي كام واحده كريستالويد؟ ثلاثه يعني لو هو فقد 500 سنتي دم اعوضه ب 1500 كريستالويد صهاين او ريبر او ريبر اسيت او ريبر
لاكتيت. طيب الكولويد، الكولويد المولكيول بتاعه اكبر فجوه في السيركيليشن فتره اطول خلاص. بنعوض ايه ازاي لو ما عنديش دم؟ لو ما عندناش بنك دم، يعني انا عندي دم بس لو ما عنديش بنك دم نعمل ايه؟ الكولويد ال1 يونت كولويد زي اللي هو الهيماجين والميتاستاش والقلب اسمها كولويد فلويدز. اليونت ال 500 مللي بلانت بيساوي 500 مللي كولويد، واحد لواحد بنعوض واحد لواحد، لكن كريستالويد ثلاثة كريستالويد واحد دم خلاص؟ ماشي. في مضاعفات؟ انت قلت من قبل هتمتحنوا في نفس الوقت؟ اتفضل. خلاص؟ عايز اقول لها يعني تبتحث في الجروب بتاعها على الكورس بتاعها. صح كده ولا المفهومه دي ولا ايه؟ يعني انت في كورس الكتريك وفي كورس فوق وبن. ولا فاهمين حاجه. صرفت الشرح. الدكتور فهمنا. على كل حال فهموهم يعني لو سالوكم ان احنا عاملين امتحانين، امتحان على الكورس بتاع الفور او ون وامتحان على الكورس بتاع الالكتيف اكسسيا. فين محمد عصام؟ زمايلك بتوع الالكتيف لو سالوا خلاص؟ احنا عاملين امتحان مرتين، مره على الجروب بتاعكم على الكورس بتاعكم ومره على الكورس بتاعهم في نفس الوقت، في نفس الوقت عشان ما حدش يغش من حد، لان هو نفس المنهج. يوم ايه؟ الاربعاء. الاربعاء الساعه 8 الساعه 8 مساء. طب بس طلع حد شاري ما نخليش السبت. انت كنت نايم وحنيت والله السبت بقى عشان تبقى اسمه باشا امتحان واحد الاربعاء والثاني موجود. الاربعاء خلاص كل الناس اربعه ايه كده؟ الحمد لله. انا دكتور النهارده انا جاي لك خلاص. المحاضرة تخلص يعني ايه؟ ايه؟ تمانية مش مناسبة؟ دكتور هو الغالبية قالوا السبت، الغالبية قالوا السبت اثنين بس اللي قالوا الأربعة. هو الغالبية قالوا السبت. لا الغالبية قالوا الأربعة بس. طب يا دكتور نعمل اعاده تثبيت معلش. انا مش فارق عندي اي يوم خلاص، احنا قسم التقدير خلاص لبسنا فيه تمام، فمش فارق معانا اي يوم في الاسبوع. انتوا اللي فارق معاكم كل يوم وكل لحظه فارقه معاكم مش عارف ايه. طب دكتور ممكن نخليها بس تصويت برفع الايد يعني بعد اذن حضرتك يعني. تصويت بس كل واحد يرفع ايده على اليوم اللي هو موافق عليه عشان هو الغالبيه السبت. مين عايز يوم الاربعاء الجاي؟ دكتور انت لازم تقول احسن من كده على الجروب وملخبط احسن. على فكره هو وانا بتفق معاكم انا بس خلاص، لكن انا دلوقتي لو انا بتفق معاكم انا بخالف كلام رئيس القسم، يعني ممكن يرفضني ويرفضني خلاص. رئيس القسم انا استاذنته نخليه من الخميس ده للخميس اللي جاي، وافق ده تاخير خلاص. لسه بقى الوقفه الثانيه قدامه وانا ببتعش كده واقول له يا بعد اذن حضرتك العيال مش عايزين الخميس الجاي، عايزين يوم تاني. ليه بقى؟ انا عرفت من دلوقتي. ده 4 الساعه 8 مساء. تمام. بس قول له ادعوا لي كده ربنا يستر معايا. يا رب. انا بخطبهم خلاص احنا هنعمل حاجه يكلم اي حد كده هو في هو عايش نفسكم. وبعد كده ريجنال انستيزيا فيها لوكال انستيك والتوكسيس بتاع اللوكال انستيكس ازاي اعرف لوكال توكسيس ازاي عليك لو حصل لوكال توكسيس ايه اللي ممكن اعمله؟ هو اخذ الدراج واتابع الفايتال ساينز بتاعت العيان ومحتاج اوكسجين في ابنيه اركب اخوه حجريه في هايبوتنشن ادي افيدرين اتروبين لو في براكيكارديا ادي انترافينس فلويدز
لو في الرياكشن اكشن قد الانتيكوفلاكتيك زي الديكساميثازون والسوليفرتيف والانتي الرجيك دراجز وهكذا. بندي انترفاسكولوز طبعا عشان نعمل الانترفاسكولوز وسط الفول يعني. طيب السباينال انستيزيا نديها فيه بلو ال2 في اللمبر سبيس سفر اكريد سبيس في اللمبر ريجون بندي سباينال انستيزيا تحت اللمبر في الدبرا ال2. طب السباينال كورد بندي ال1 2 يا اما على مستوى ال1 1 او سبيس بين ال1 و2. طيب الاليا كريست لو انا حطيت ايدي على الاليا كريست وصباعي الصم في الميد لاين ده السبيس اللي بين كام وكام؟ ال 4 و 5 سلطان تزيد. طب التيب اوف سكابيلا ال 7 تي 7 تي 7 تي 7 الحاجات اللاند ماركس دي لازم تتذاكر كويس. سبايلر كورد بنتين في الهضمس وبنتين في البيدياتكس ال 1 و complications of regional anesthesia, contraindications of regional anesthesia, absolute contraindications, patient refusal, infection, fixed, low fixed cardiac output, increased intracranial tension, دي كلها absolute contraindications of regional anesthesia. الدوران ايه الفرق بينها وبين spinal anesthesia؟ الكود الانستيزيا نستخدمها فيه في الاطفال ولا في الكبار ولا في الاثنين وهكذا. بعد كده المحاضرة الثالثة اللي هي الرابعة المحاضرة الرابعة الجنرال انستيزيا. الجنرال انستيزيا تايب اوف جنرال انستيزيا او سوري ليفلز اوف سيديشن اللي هو السيديشن والديب سيديشن لايت سيديشن ديب سيديشن جنرال انستيزيا. وبعدين ستيج بتاعت الجنرال انستيزيا اندكشن مينتيننس اند ريكفري خلاص. الدراجز احنا بنستخدمها بقى في الجنرال انستيزيا في هيبروتكس والهيبروتكس ممكن يكون اي في اندكشن كيس زي السيتوكروم والفيتامين والبروفول في انهاليشنال زي الهالوسين والايزوفلورين والسيبوفلورين. والسيبوفلورين احسنهم ممكن اعمل اندكشن اوف جنرال انستيزيا في الاطفال او في الكبار بالسيبوفلورين خلاص ودول انهاليشنال انستيزيا. لكن الاي في انستيزيا البروفول والفيتامين والسيبوفلورين. طب الاوبويدز فنتانيل وبورفين وبيزيدين ونالوفين دي كلها. طب ايه فايده الاوبويدز؟ مسكنات. الاوبويدز بنستخدمها في التسكين. طب البنزودايزبينز الميدازولام فور سيديشن وانالزيوليسيس يعني اشيل الاستريس والانزايت الموجوده عند العيان. الانتيدوت بتاعت البنزودايزبينز الفلومازينين الانكسيت الانكسيد ده الانتيدوت بتاع البنزودايزبينز. طب الانتيدوت بتاع الاوبويدز لو دخلنا نالوكسون نالوكسون ناركان او نالوكسون هذا الاسم خلاص. المينتنس طبعا ممكن اعمل مينتنس في انهاليشن انستيتكس او اي في انستيتكس. ممكن ندي ماسك لاكسنت للعيان ممكن ما نديش لان جنرال انستيزيا بماسك لاكسنت او من غير ماسك لاكسنت. فلو انا هعمل انتوكيال انتوبيشن احتاج مصر ريلاكسيشن واحط العيان على الميكانيكال فنتليشن. طب لو هنعمل سبونتينيوس انهاليشن اندكشن او سبونتينيوس بريسين مش مفيش مصر ريلاكسنت خلاص مش محتاج ميكانيكال فنتليشن للعيان نفس لوحده بس هديله مصدر اوكسجين ويبقى الاوكسجين متحمل بالسيبوفلورين اللي هينيم العيان جنرال انستيز. الريكفري اللي بعد ما الفيتال ساينز العيان يبدا يفوق ويرجع للكونشستنج ويرجع مصر ريلاكسنت ويدي الريفرس بتاع مصر ريلاكسنت وتشيل الاندوتراكيال تيوب والعيان يبقى فولي اويك وستيبل الحمد لله يبقى ستيبل مفيش بين مفيش بلاد بوس من الدرانك بتاعت الجراحه مفيش يورين ريتنشن. العيان قام وبنادي عليه بيرد عليا نجي له نحط العمليات للريكفري روم بعد نص ساعه الدنيا لو ستيبل مش محتاج اوكسجين مش محتاج حاجه وانا جايزايز كويس واخد انرجيزيا كويس انا لازم انجله على دول الأربع محاضرات اللي هيجي فيهم الامتحان تقريبا أنا جاوبت ام سي كيو في الكلمات اللي أنا قلتها بس مش دعوة أجدع قسم والله. أرقام المعادلات في الفلويد مهمة أرقام المعادلات في الفلويد مهمة واحد لواحد واحد لثلاثة لا أرقام المعادلات بتاعت قالها هي عندكم مكتوبة الديفيسيت وال